فتحت مدرسة 20 غشت أبوابها في وجه التلاميذ والتلميذات في هذا الموسم الدراسي الذي سينطلق في ظروف صحية مضطربة، الشيء الذي دفع هذه المؤسسة التعليمية إلى تسخير كل وسائلها البشرية واللوجستيكية لضمان دخول مدرسي سليم وآمن. تشكيل لجنة لليقظة من الأطر التربوية والإدارية والعاملين داخلها لإرشاد التلاميذ على العديد من التوجيهات والنصائح التي يتوجب احترامها للحيلولة دون ظهور بؤر مدرسية، خاصة الموقع الجغرافي لهذه المدرسة الذي يجعلها تستقبل العديد من الأطفال من أحياء مختلفة جنوب مدينة أسفي ومحاذاتها لأحد أكبر الأسواق الشعبية بالجنوب. بالنسبة للدخول المدرسي لهذا الموسم 2020-2021 وفي إطار تدابير احترازية اللي خدتها الوزارة، تم الدخول المدرسي لمدرسة 20 غشت في أجواء يسودها تعاون وفي إطار التدابير الاحترازية، وكما تلاحظون من خلال الصور ومن خلال هذا الروبورتاج فالسيدة المديرة قامت بكل ما يلزم من أجل إنجاح هذا الدخول المدرسي. إذا كانت أجواء استثنائية للسنة كما تشوفوا، إذا نحن على قدم وساق باش ننجحوا الدخول المدرسي إن شاء الله. إذا المدرسة يعني وجدات معقمات وجدات كل الظروف باش ينجح الدخول المدرسي إن شاء الله. ورغم كل هذه الإجراءات والمجهودات يظل تعاون الآباء وأولياء الأمور ضرورة ملحة للمساهمة في برنامج التصدي لفيروس كورونا المستجد، خاصة وأن الدخول المدرسي لهذه السنة يظل مصيره مجهولا بعد اعتماد الوزارة لصيغة التعليم عن بعد في العديد من المدن بشكل مفاجئ بعد ارتفاع أرقام الإصابة بها. يعني احنا نظرا لهذا الاكتظاظ اللي عندنا في المؤسسه، كانت المدرسه عندنا 1000 تلميذ وكان عندنا 30 استاذ وعندنا جوج ديال الاطر اداريه، يعني هنا خاصنا ضروري نحتارسوا، ضروري نديروا يعني ما خلينا ما درنا، درنا التعقيم، جبنا قياس الحراره، ما خلينا ما درنا على دوك الوليدات، ها انت شوف قدامك، يعني حتى دوك القريعات كل تلميذ عطينا وحيده ديالو، يعني احنا غنحاولوا ما امكن باش يكون الدخول المدرسي في مدرسه 20 غشت او في اي مؤسسه يعني على احسن ما يرام. مدرسة 20 غشت تظل نموذجا عن المؤسسات التعليمية العمومية التي انخرطت في برنامج التصدي لفيروس كورونا المستجد، وتعطي مثالا حيا على انضمام رجال ونساء التعليم إلى الصفوف الأمامية في حرب يبقى فيها العدو مجهولا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.